لان متابعينا الكرام صديقنا شفتي الحمد لله على هذه المتابعين الكرام اللي كتشوفوا هذا المنظر الجميل. متابعينا الكرام في انطر الخير انطر البركه مازالت تتهطل على الحمام المنظر الداخل اثناء التمرين الكرام. وكما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام في انطر المنظر الجميل فسهل واد مارتي متابعينا الكرام على واد مارتي يمتلئ بنسبة 100% متابعينا الكرام عم على هذا المتابعين الكرام. وكما تشوف متابعين الكرام الحمد لله الأمطار الأخيرة الحمد لله اكثر من الرائع متابعينا الكرام. كنتوا على حافه نهر واد مارتي متابعينا الكرام هذا المشروع ديال استاذ مجاز مارتي والتوسعه ديالو فكتشوف يعني الواد سبحان الله تبارك الله تعالى يعني عامر حتى الشفه ديال الكورنيش ديال الكورنيش اللي كاين تحت فالواد عامر حتى الحاشي ديالو حتى الشفه ديالو كما كتشوفوا تبارك الله عليه المنظر هذا يعني شحال ما شفناه تبارك الله عليه سنوات باش ما تواد عمر بهاد الكيفيه هادي وما كاين بزاف الحمد لله تبارك الله تعالى فا يعني ليله ديال الشتا تبارك الله جعلت ان الواد سبحان الله تعالى والمدينه كامله انها تصب في هاد الواد مرتفع ويمتلئ بنسبه 100% متابعين الكرام. كذلك يعني كما كترى حفلاتي فحتى بالنسبه ديال السدود هنا بمدينه تطوان فهي امتلأت متابعين الكرام بنسبه ديال 95% وكاين بعض السدود اللي امتلأت يعني بنسبة 80% لأن كاين بعض السدود مهدرش عليها تمتلأ بأن تقرب صورة أكثر هاي الصورة مقربة كما كتشوفو متابعينا الكرام يعني الواد عامر حتى ها هو الكورنيش شتي الحاشية ديالو هو عامر حتى الحاشية تبارك الله تعالى يعني حتى الشفا كاين تما طريق لتحت من دابا اللي عامر الواد كاين هاديك راه هاديك عاد هي الناس كيفاش تسمو رجلين فالحمد لله ربي يحميهم كريم ويعطي في يده ديالو انه من علينا ورحمنا بهاد الامطار الخير اللي مازال كتعطل متابعينا الكرام كتشوفو امطار غزيرة في هاد الاثناء يعني مازالت تتعطل على مدينة تطوان فالحمد لله وشكرا بسبب هذه الامطار بسبب ان تساقط المطريه في طرف يعني تطوان فالواد احمل يعني كنسمعوا يعني بالشمال اللي هنا كنقولوا الحامل حامل زعما سيدنا في ماما في حاملة فنحنا كنسمعوا كذلك بان الواد كيقول لك الواد حامل او لا الحمل اللي كنا يعني عمر بنا فاهم شنو كتكون متابعين الكرام يعني الحمل الواد اللي هو هذا المنظر الجميل اللي كنا نشوفوا على الكرام ف ولله الحمد والشكر لله على هذا الاثر وكذلك يعني لازم مدينة تطوان يتفقوا معايا متابعينا الكرام لان غادي يكون احنا مدة ولا سنوات اللي شفنا متابعينا الكرام الواد حامل بهذه الطريقة هذه ولا الواد عامر يعني 100% كما شفتوا متابعينا الكرام كانت السلة ديال المياه كانت تثبت يعني في ان الواد عمر بالشجار عمر بالاحسان وكانوا الناس كيقدروا انهم يدوزوا خصوصا ما كانش كان قليل فقط يعني كان غير شويه ديال الموقع الناس كيقدروا انهم يقطعوا الواد من جهه لجهه على رجلهم وطبعا يعني هذا الشيء اللي خلى في هذه الامطار الاخيره اللي عطات يعني من تطوان يعني في 24 ساعه ان الواد يحمل هذا الواد يعمر متابعينا الكرام وانتم كتشوفوا هذا المنظر الجميل متابعينا الكرام هذا المنظر الرائع وهذا المنظر الثاني الرائع متابعينا الكرام يعني اخيرا هذيك حتى الضيافة الأخرى ولكن الصراحة الشمل شتا بزاف الصراحة حتى بزبت يعني الضيافة الأخرى يعني كيفاش ما جا الواد يعني الواد كامل يعني انتم كتشوفوا الواد كامل حامل ومجي يعني هابط الماء هابط الحملة هنا بين الرسمية الحملة ولكن يعني الشتاء مرتبة الأقال بلاصة يعني نقاط فيها الشمس ولكن الحمد لله في عام 2020 الحمد لله اني كنشوف في هذا المنظر هذا وكنت كيقول انها تعطات وصلت البركة ربي باقي يرحمنا بها خرجت يعني في الشهر الفضيل يعني شهر رمضان الكريم
وربي يرحمنا بهذا الامطار خير امطار بركه. فالحمد لله وشكرا على هذه النعمه وعلى هذا التعب الكرام. الحمد لله يا ربي لك الحمد لله ديالي الحمد لله يا ربي لك الحمد لله. وكما قلت ربي عندك الخير ربي حنين كريم ولطيف بعيدك باش ما كتشاري مثلا الكرام هذا المنظر هذا هنا على الجنابات واد ساهل مثلا مثلا الكرام كما كنقولوا عمار كامل والواد عمر مثلا الكرام المنظر الاكثر رائع. شفنا الواد عمر أو الحملة عمرات بدا تشوف الناس يعني تفوت مسافة هاد المنظر فهمو كيجيو وكيتزعقو الصورة والفيديوهات لهاد الواد هذا اللي ممتلئ بهاد الطريقة اللي هي 100% راه هادي 100% لأن وصل حتى الكورنيش وصل حتى الحاشية. فالحمد لله هادي هي خير وهادي يعني مع الله سبحانه وتعالى وهادي رحمة أنا ماتشي امتلاء هاد الجنابات ديال هاد الواد هدا اللي صنف امتلاء واكثر من 200 كيلومتر. طبعا حنا كل قدراتنا محتاجين فيها كيما قلت يعني هاد المياه هاديك يعني كتساهم في نمو المياه الجوفية متبرعة. اذا الحمد لله والشكر الله على هاد النعمة الحمد لله يعني لهاد الواد حامل الحمد لله من الواد عامر. وطبعا يعني كيما كنقول ربي حميد كريم ربي عندو كل خير وهذه خير عند الله سبحانه وتعالى وهذه نعمة هذه خير عند الله سبحانه وتعالى. إذا متابعينا الكرام نشكركم على متابعتكم تابعتنا في هذا البث المباشر دمتم في رعاية الله وفي لقاء إن شاء الله تعالى في مباشر جديد على قناة شاكر. نشكركم جزيلا.